الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: نحن موظفون في شركة يكثر فيها المشركون، ونحن معهم منذ زمن بعيد، فأصابنا التبلد في بعض الأوقات حيث نمازحهم ونضحك معهم ونؤاكلهم، ولكن إذا عدنا إلى أنفسنا نحس ببغضهم وبالندامة، وسرعان ما نعود إلى ممازحتهم. ما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الحكم في ذلك أنه يجب عليكم اعتزال المشركين والابتعاد عنهم، واطلبوا عملا آخر، اطلبوا عملا آخر ثم يبعدكم عن المشركين ومجالستهم والممازحة معهم. وإذا اضطركم الأمر إلى البقاء في هذا العمل تعتزلوا المشركين، يكونون أنتم على حدة وهم على حدة.